والله لو بقينا ايد واحدة لا ترجع بلادنا مرة واحدة. احنا الاقوى بشهادة الزمان، لو مهما كان سلاحهم هيفضل سلاحنا الايمان. ابك يا فلسطين تجعل راسي امشي اتباهى بين اهلي وناس. ترابك يا فلسطين تجعل راسي امشي اتباهى بين اهلي وناس. تعد الكنيسة البيزنطية في مدينة جباليا من أهم الكنائس الموجودة في قطاع غزة، إذ يرجع تاريخها إلى القرن الخامس ميلادي. أقدم النصوص الأثرية التي وجدت في هذه الكنيسة يرجع تاريخها إلى 444 ميلادي، إلى الإمبراطور ثودوسيوس أحد أباطرة الدولة البيزنطية. أنشأت هذه الكنيسة لخدمة الحجاج المسيحيين الذين القادمين إلى بلاد الشام، وخاصة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس. وفي عام 2012 تعرضت الكنيسة البيزنطية إلى التدمير، وخاصة المرافق الموجودة للكنيسة من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني في حرب فيما تعرف بحرب حجارة السجيل. اختلفت المصادر على نشأة بلدية غزة، ولكن أجمعت الأغلب المصادر التي عثر عليها في أرشيف بلدية غزة أن أقدم مجلس بلدي أنشئ في مدينة غزة، وهو المجلس الذي رأسه أحمد العلمي في عام 1893 ميلادي، وكانت ذلك في عهد الدولة العثمانية. وقد مرت بلدية غزة بالعديد من المراحل التاريخية الهامة، وخاصة مع مرحلة الاحتلال البريطاني قام بالتدخل في تعيين مجالس الإدارة في بلدية غزة. أيضا في مع مجيء الاحتلال الصهيوني الذي احتل قطاع غزة، قام بعزل وإقالة العديد من رؤساء البلدية الذين كانوا لهم مواقف وطنية تجاه الشعب الفلسطيني. مع مجيء الإدارة المصرية في العام 1948 للعام 1967، قامت الإدارة المصرية بتوفير كل الدعم لبلدية غزة، وذلك لتطوير مدينة غزة وإظهارها بصورة حضارية وعمرانية كبيرة على مستوى المدن والمناطق المختلفة في فلسطين. تعد مقبرة الإنجليز من أهم المقابر الشاهد على المقاومة الفلسطينية، يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1917 ميلادي، وذلك مع الأحداث التي حدثت أثناء الحرب العالمية الأولى في منطقة بلاد الشام وخاصة فلسطين. كانت مدينة غزة من المدن التي قاومت الاحتلال البريطاني، فقد تعرضت مدينة غزة أثناء الحرب العالمية الأولى إلى احتلال كبير من قبل قوات الحلفاء وخاصة بريطانيا. وتعد هذه المقبرة من خمس مقابر توجد في فلسطين. هناك أيضا مقبرة توجد في منطقة الزوايدة ومنطقة جنين وبئر السبع مقبرتين. وتعد مقبرة التفاح من أهم المقابر وأكبرها، تشهد أيضا قتلى الحرب العالمية الثانية، وأيضا قتل الحرب عام 1956 فيما يسمى العدوان الثلاثي. قصر الباشا هو قصر إسلامي تاريخي أثري قديم يبلغ عمره حوالي 750 عام، يعود تاريخ إنشاؤه لعام 1260 ميلادي ب 660 هجري من عهد السلطان الظاهر بيبرس المملوكي. فهذا الأمير بنى القصر من قسمين شمالي وجنوبي، الشمالي للإدارة والحكم والجنوبي للمعيشة والحياة، وأحيط القصر بسور ضخم وبوابات لكنها مندثرة حاليا. أما القصر في كبناء وكمعمار فهو في حالة جيدة وفي أحسن حالاته، فأصبح القصر يسمى عند العامة بقصر الباشا نسبة إلى لقب الوالي العثماني التركي، فبعض العامة بيسموه قصر قلعة نابليون، وهي تسمية خاطئة غير صحيحة.
من تسميات القصر قصر الرضوان، لأنه الرضوان هؤلاء كانوا فشوات في العهد العثماني وحكموا بالتوارث حوالي 150 عام، من 1530 إلى 1680 حوالي 150 عام. فانطبع لدى العامة أن هذا القصر يملكه الرضوان، فسمي بقصر الرضوان. لكن الرضوان لا يمتلك القصر، إنما هو يعني ملكية عامة للشعب الفلسطيني. مع مجيء السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو تم إلحاق القصر بوزارة السياحة والآثار، وتم ترميمه عام 2005 ترميم شامل. في عام 2010 تم تحويله إلى متحف يضم آثار غزة من حقب تاريخية مختلفة إلى يوم هذا، والقصر مفتوح للزوار وللزائرين وللدارسين، ويأتيه الآلاف والمئات من الشعب الفلسطيني ومن الوفود الأجنبية تزور المتحف وتزور القصر. عمر الأمان بحوالي 1000 سنة، اللي ثابت حسب اللوحة اللي موجودة عندنا مكتوبة إنه هذا كان إعادة وترميم بناء هذا الحمام على سنجر بن عبد الله المؤيد في أوائل العهد المملوكي سنة 685، ومركز اللي لفت نظري كمان أنشأ ورمى هذا الحمام المبارك، يعتبر الحمام من الأماكن المباركة اللي هي فايدة، يعتبر الحمام ثاني أهم معنى سياحة بعد الجنة الكبيرة. قديس بارفيريوس بنيت سنة 402 ميلادي، قديس بارفيريوس أسكن بمدينة سالونيك في اليونان، إجا على مدينة غزة سنة 395 ميلادي. عظمة قديس بارفيريوس اللي هو بناء الكنيسة. طبعا القديس بارفيريوس مات عمره 73 سنة ودفن داخل الكنيسة سنة 420 ميلادي، وهذه العظمة من رفاته، خصوصا بعد ما نقل رفاته لمدينة سالونيكي في اليونان، لأنه أصلا من مدينة سالونيكي. الجانب الآخر نحن راح نشاهد اللي هو المغطس اللي هو يعمد فيه الأطفال داخل الكنيسة، وهذا المغطس الجرم أو الجرم قديم جدا، يعني من عمر الكنيسة تقريبا 1600 عام. طبعا يمارس فيه اللي هو طقوس المعمودية داخل الكنيسة حتى يومنا هذا. لو تقدمنا إلى الأمام شوية هنلاحظ في عمودين يسار هذه الأعمدة الفرنسية اللي تحمي البداية، تقول خصوصا ان الكنيسة مبنية نظام جو الأقواس أو الأقبية، وهذا بعمل دعم للبناء. الكنيسة تنقسم قسمين مهمين، هو قسم الصالة والمصلين موجود فيها، والهيكل أو قدس الأقداس اللي هو من هذا المكان. طبعا إذا توجهنا إلى الداخل طاولة موجود عليها الإنجيل المقدس، والطاولة هذه قديمة جدا جدا، وحتى تستخدم حتى يومنا هذا. وبعد يقع المسجد العمري في وسط مدينة غزة، وكان من قبل ذلك قبل 3000 عام تقريبا كان معبد الروتونية، ومع بداية القرن الخامس الميلادي أصبح مكانا كنيسة سميت بكنيسة الراهب بيرفيريوس، وبعد ذلك دبرت هذه الكنيسة بعوامل الزلازل والأمطار. مع بداية الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب تحول المكان إلى مسجد بعد اتفاق مع النصارى، أخذ النصارى مكان أصغر في جنوب المسجد وبني هنا مسجد، وأيضا دبر بنفس العوامل. مع بداية القرن الثاني عشر الميلادي وتقريبا في عام 1000
1149 ميلادي تحول المكان إلى كنيسة بالقوة. ففي الفتوحات الإسلامية في عهد المماليك عاد مسجدا مرة ثانية على زمن السلطان الأشرف أحمد بن خليفة القلاوون، وأضاف عليه رواق الرابع على الكنيسة الأولى، فسمي هذا الرواق برواق وباب عمر بن الخطاب، ومن هنا اكتسب مسجد اسم مسجد العمري. وبعد ذلك في مرحلة الخلافة العثمانية أضيف على المسجد مساحة في المنطقة الشمالية مساحتها 1100 متر، فأصبح مساحة المسجد 4100 متر تقريبا، فأصبح أكبر مسجد موجود في قطاع غزة، ولذلك سمي بالكبير. وما يسمى سوق الذهب، هذا السوق هو من الأسواق التقليدية التي أقيمت في العصور القديمة في العهد المملوكي والعهد العثماني، لكن ليس هناك تاريخ مضبوط لهذا السوق. فمن قال أن هذا السوق هو من عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون أي بداية العهد المملوكي، ومن قال أنه عثماني، وأنا أملي لأن هذا السوق هو من العهد العثماني، لأنه بيتبع إنشاء السوق وعمارة السوق وقباب السوق وتفصيلة السوق هي طبعا تعود للعمارة العثمانية والطراز العثماني. السوق كان له مدخل غرب ومن الشرق، كان مدخل بجهة سوق الزاوية، وهو طبعا ملاصق للجامع العمري وملاصق ما لشارع عمر مختار الذي يشق المدينة إلى نصفين. هذا السوق من أهم الأسواق الأثرية في قطاع غزة وليس له مثيل في القطاع. سوق القيصرية هذا بيضم حوالي 34 محل، وهو الآن ملكية خاصة وليس ملكية عامة، كلها محلات صاغة أي محلات لبيع الذهب في قطاع غزة. بني في العصر العثماني على الطراز المملوكي، يتكون هذا المسجد من رواق شبه مربع الشكل. يعد السيد هاشم من أحد المباني الأثرية التاريخية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم السيد هاشم بن عبد مناف، تعرض للهدم والتصدعات، وفي عهد السلطان عبد المجيد العثماني قد تجدد، وبعد ذلك وقد تجدد من عدة أبنية قديمة في غزة وعسقلان. تعرض هذا المسجد في الحرب العالمية الأولى والثانية إلى تصدعات جديدة، وقد أعاد ترميمه السلطة الوطنية الفلسطينية. بالنسبة لهذا المتحف طبعا كنت تأسيسه في ظل الاحتلال، كان طبعا هذا العمل بعنوان باسم الغير الوطنية على تراثنا وأثارنا. عندما كنت أرى الاحتلال يقوم بالتدمير والتخريب وسرقة هذا التراث، فمن هنا بدأت وحاولت كل ما أملك إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الإرث الحضاري والتاريخي لهذا الشعب الكنعاني العربي. يتم الاهتمام بهذا المتحف بصورة دائمة بالمحافظة على هذه المجتمعات، ودائما هذا المتحف مفتوح للجميع. وفي نفس الوقت هذا المتحف ليس ملك العقاد أو ملك هذا العقاد، هذا ملك فلسطيني، لأنه يمثل حضارة شعب وتاريخ شعب وهوية شعب. بالنسبة للاحتلال دائما يقوم بالتخريب والتدمير لهذه الآثار في مناطق عديدة، كل شيء مهدد في قطاع غزة في ذلك الاحتلال، والإثبات طبعا بالنسبة لذلك اللي طبعا القصف الأخير والحروب الأخيرة على قطاع غزة، يعني تأثرت بعض المناطق الأثرية بهذه الحروب. جدر القديس هلاريون يعتبر من أقدم الأدلة في قطاع غزة، أقام ببنائه القديس هلاريون في مدينة غزة، وعندما أتى جوليان المرتد سيطر على مدينة غزة هاجر إلى مدينة أخرى. هلاريون هاجر إلى مدينة أخرى بسبب جوليان المرتد، فقام جوليان المرتد لتدمير هذا المكان، ودار القديس هلاريون يقع في جنوب غرب مدينة غزة. بعد هيك هذا المكان وجد وانشئ للعبادة للنصارى، ويقع على الطريق الواصل بين مصر وبلاد الشام. في حوالي في عدد كبير من الغرف للنساك او العباد او المتعلمين، وفي الكنيسة التي توجد في الدير وتحتوي على 3 أروقة
على النظام البازيليكي، الطراز البازيليكي اللي بتكون من ثلاث أروقة، رواق شمالي وسط وجنوبي، رواق الوسط أعلى من الأروقة الأخرى. بعد هيك في الرواق الوسط بيكون موجود قدس الأقداس، المكان الذي لا يدخله إلا أعلى رجل في الكنيسة، مكان اسمه الجمات، وهو لتعميد النصارى حتى يتسنى لهم الدخول إلى المسيحية. هذا المكان طبعا عثر على العديد من قطع الأعمدة الرخامية التي تعود في العصر اليوناني، من الأعمدة الرخامية التي فيها أعمدة من تيجان كورنثية، وأعمدة من تيجان أيونية، وأعمدة من تيجان دورية، وهي أعمدة رخامية جاءت من اليونان عن طريق البحر وتم تفريغها في أبدس. هذا المكان يحتوي على عدد كبير من القطع الفسيفسائية الموجودة في هذا المكان. الرفح أو ما يسمى تل زهرب هو من أضخم التلال الأثرية الموجودة في قطاع غزة بل وفي فلسطين، تبلغ مساحته حوالي 150 دونم، يقع جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية ملاصق لجدار المصري بالحدود. هذا التل هو عبارة عن تل ضخم، يعني يعتبر تل خام لم يتم التنقيب فيه من قبل، بل نحن قمنا بالتنقيب به من قبل حوالي 3 سنوات والتنقيب ما زال مستمر. التل بيحوي طبقات أثرية كثيرة، أعمقها الطبقة اليونانية، يعلوها الطبقة الرومانية، ثم البيزنطية، ثم الإسلامية. الطبقة اليونانية طبعا يقدم الطبقات وترجع للقرن الرابع قبل الميلاد، ثم الطبقة الرومانية في بداية قبل الميلاد بقليل وثم وبعد الميلاد بقليل، ثم تأتي الطبقة البيزنطية وهي من عام تقريبا من بداية القرن الخامس الميلادي إلى مجيء الإسلام، انتهت الفترة البيزنطية في القرن السابع الميلادي بدايته، ثم الطبقة الإسلامية، لكن الطبقة الإسلامية للأسف مندثرة لأنها كانت بالأعلى وبقمة التل، وحصل في الزمن السابق تعديات على التل من الإسرائيليين حيث أقاموا معسكر للجيش نقطة حراسة فوق التل، وقاموا بتجريف الجزء الأعلى من التل فأزالوا الطبقة الإسلامية وأجزاء من الطبقة البيزنطية. ولاية برقوق أو خان الأمير يونس هو خان عبارة عن خان منشأ في وسط الصحراء، في ذلك الوقت لم يكن هناك مدينة تسمى خان يونس، لأن الأمير يونس الدودار طبعا سمي الخان باسمه فقيل خان يونس، ومن هنا نشأت فكرة مدينة خان يونس ونشأت فكرة هذا الخان. الخان للأسف ما تبقى منه حوالي الضلع الغربي 73 متر وهو الواجهة الرئيسية للخان، البوابة الرئيسية والواجهة الرئيسية، ومن حسن الحظ أن المكان الذي عليه كتابات وعليه رموز ونقوش هو هذا الجانب الغربي، فحصلنا على لوحة تذكارية أو اللوحة التأسيسية للخان بمدخل الخان على فوق العقد الأعلى من المدخل الرئيسي، وعلى جانبي الخان كان توجد للآن توجد كتابات بالخط النسخ المملوكي بآيات قرآنية وبها رموز ورنوك للسلطان برقوق. الآن باقي غرفة المسجد والقبة من فوقه، ثم على يمين المدخل نجد المئذنة الرئيسية التي قصفت الحرب العالمية الأولى وهدمت هدمت من أعلى، وقمنا بترميمها في عام 2010 وأكملناها كما كانت في السابق على الطراز المملوكي. في الختام يقف التساؤل الملح علينا جميعا، كيف نحافظ على آثارنا من الاندثار؟ كان معكم محمد محمود أبو الغد، فلسطين، قطاع غزة، جامعة فلسطين، كلية الإعلام والاتصال.